السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل في فصل التكامل المركب. ناخذ السؤال 4، احسب التكامل اي اس اي زد على زد تكعيب دي زد. التكامل هذا على السي، حيث السي الدائرة، زد يساوي 2. طبعا هنا لو جينا نحل بطريقة اللي أخذناها الأسبوع الماضي، لو وضعنا طبعا على الدائرة الزد هنا تساوي 0 زائد الآر 2 إيوس اي ثيتا، وجبنا دي زد يطلع 2 اي إيوس اي ثيتا دي ثيتا، وجينا عوضنا في التكامل إيوس اي الزد اللي هي 2 إيوس اي ثيتا على زد تكعيب، يعني يطلع 8 إيوس 3 اي ثيتا، ودي زد اللي هو 2 اي اي اس اي ثيتا دي ثيتا، والثيتا طبعا هي دائرة كاملة، معناته ان الثيتا من 0 الى 2 باي. لو جينا نحل بالتكامل هذا التكامل يعني تكامل مرعب حرفيا، صعب حله، بالنسبة للثيتا، الثيتا طبعا عدد حقيقي، التكامل مرة 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 مستحيل أو صعب، فلازم نشوف حل بديل. الحل البديل هو صيغة كوشي التكاملية. العامة، صيغة كوشي التكاملية العامة هي قانونها n فاكتوريال على 2 باي اي على التكامل في التكامل على سي في اف اف زد على زد ناقص زد نوت اس ان بلس 1 دي زد. طبعا هذا كل الكلام ذا يساوي المشتقة النونية عند زد نوت، هذه اسمها صيغة كوشي التكاملية العامة. طيب هذه الصيغة مهمة جدا وتحل لك التكاملات اللي على شكل كسر، لأنه واضح من الصيغة أنه اف زد على زد ناقص زد نوت اس ان بلس 1. طيب الصيغة هذه راح نطبقها في السؤال رقم 4، بس التكامل طبعا التكامل الآن على منحنى مغلق سي، وبعدين هنا أنا بكتب زد تكعيب على شكل زي القوس اللي هنا، فبكتب الزد ناقص 0 أس
اثنين زائد واحد، الثلاثة هكتبها اثنين زائد واحد. طب عندي زد. بالنسبة لصيغة كوش التكاملية، هنا الاف زد، الاف زد اللي موجودة في البسط تحليلية على وداخل السي. طبعا السي منحنى مغلق بسيط، يعني زي الدائرة، زي المربع، زي المثلث، زي المستطيل. طيب بس الآن ركز في المقام اللي في صيغة كوش التكاملية، المقام نركز فيه. لازم يكون، شوف، لاحظ، زد ناقص، زد ناقص، يعني زد معاملها واحد، زد زد ناقص، بعد الزد ناقص، بعد الناقص عدد مركب زد نوت. والزد نوت هنا أرجع لصيغة كوش التكاملية داخل السي، الزد نوت داخل المنحنى سي. طيب نشوف هل كل الكلام هذا منطبق في تكاملنا. السي عندنا الدائرة، مركزها 0 0 ونص قطرها 2. هذا الصفر، هذا الصفر اللي هو زد نوت داخل السي، هذا السي طبعا في الاتجاه الموجب. خلاص الآن اف زد اللي موجود في البسط، اف زد الدالة اللي موجودة في البسط اللي هي اي اس اي زد. هذه الدالة تحليلية على السي وداخل السي، والزد نوت هنا صفر. أطبق طبعا التكامل، واضح أنه ينطبق عليه صيغة كوش التكاملية، لأنه عندي في عندي كسر وعندي في المقام زد ناقص، زد ناقص. أطبق الآن صيغة كوش التكاملية، الـ n طبعا هنا 2، الـ n 2 يطلع 2 فاكتوريال على 2 باي اي تكامل على السي اي اس اي زد على زد ناقص صفر اس 2 زائد 1 اللي هو 3 دي زد يساوي المشتقة رقم 2 عند زد نوت اللي هو زد نوت اللي هو الصفر. بروح الآن وأجيب المشتقة الثانية للدالة F. المشتقة الأولى I يساوي I زد، المشتقة الثانية I في I سالب 1 إيوس I زد
عوض في المشتقة الثانية بالزيرو يطلع اي الصفر بواحد يعني سالب واحد. يعني طلعت المشتقة الثانية عند الزيرو تساوي سالب واحد. طب انا ابغى التكامل، ابغى التكامل انا فقط، انقل 2 فاكتوريال على 2 باي اي في الطرف الايمن بالقسمة، يطلع التكامل اي اس اي زد على الزد طبعا تكعيب على السي دي زد يساوي المشتقة الثانية قلنا سالب واحد، يطلع السالب واحد 2 باي اي على مضروب 2 2 يطلع الجواب سالب باي اي. هذا قيمة التكامل. سؤال ثاني، احسب التكامل على السي اي اس تي زد على زد تربيع زائد واحد الكل تربيع دي زد، حيث السي الدائرة زد يساوي 3 والتي هذا عدد حقيقي موجب. طيب طبعا مثل ما قلنا لو احنا جينا نحاول نحل بالطريقه البارامتريه بالثيتا هيطلع التكامل مره صعب مره مستحيل، فانا احاول افكر باستخدام صيغه كوشي التكامليه العامه. لكن صيغه كوشي التكامليه العامه كان في المقام زد ناقص زد نوت اس ان زائد واحد طبعا فوق اف داله اف زد، فلاحظ زد ناقص زد نوت اس ان زائد واحد لازم يكون من الدرجة الأولى، القوس من الدرجة الأولى، زد ناقص زد نوت من الدرجة الأولى. أنا اللي عندي في السؤال هنا السؤال الحالي عندي زد تربيع زائد واحد من الدرجة الثانية، إذا لازم أنا أحلل المقام اللي عندي في السؤال إلى قوس من الدرجة الأولى في قوس من الدرجة الأولى، لأنها درجة ثانية تتحلل إلى قوس من الدرجة الأولى في قوس من الدرجة الأولى. طبعا تحليل زد تربيع زائد واحد هي زد ناقص آي في زد زائد آي الكل تربيع، الكل تربيع يصير تكامل اي اس تي زد على التربيع توزع على القوسين زد ناقص اي تربيع في زد زائد اي تربيع دي زد. طيب نرجع الان للدائره، الدائره مقياس زد يساوي 3 مركزها صفر وصفر ونص قطرها 3 لو جينا للأصفار المقام اللي هم اي وسالب اي، اي وسالب اي نلقى الاي موجود داخل الدائرة داخل السي، طبعا هذا السي الاي موجود داخل الدائرة وأيضا السالب اي موجود داخل الدائرة،
فصار عندي كل أصفار المقام كلها داخل الدائرة. يعني في هالحالة هذه أنا بستخدم أسلوب مناطق كوشي متعددة التراب. يعني لو جاء عندك صفرين للمقام داخل أو ثلاثة، يعني أكثر من واحد، تستخدم الأسلوب التالي. راح تعمل دائرة حول الآي، دائرة حول الآي، ودائرة ثانية حول السالب آي، بحيث الدائرة الأولى والدائرة الثانية ما يتقاطعون. الدائرة الأولى سميها C1، الدائرة الثانية C2، ما يتقاطعون. طبعا بإمكانك تعمل دائرتين ما يتقاطعون، تأخذ نصف القطر الصغير مثلا نص أو ربع أو 1/100 اللي تبغى، إنما لازم ما يتقاطعون. الدائرة الأولى مركزها I C1 ونص قطرها صغير بحيث أنها ما تتقاطع، والدائرة الثانية مركزها سالب I ونص قطرها صغير، ما يهمنا كم الرقم من نصف القطر، أهم شيء إن الدائرتين ما يتقاطعون. طيب يصير عندي الآن التكامل، هذا التكامل على السي كلها عبارة عن التكامل على السي 1 زاد التكامل على السي 2. طيب السي 1 اي داخل السي 1 فقط، الاي داخل السي 1 لانه مركز السي 1. فاذا كنت بطبق صيغه كوشي التكامليه، اروح واسوي كذا للمقام زد ناقص اي تربيع، والقوس الثاني يطلعه فوق مع البسط. الآن أصبح عندي الدالة سميها لفوق F1 Z اللي هي EOS TZ على Z زائد I الكل تربيع، هذه تحليلية على وداخل C1، لأنه سالب I اللي مشكلة عندي في السالب I في F1 مش موجود داخل السي 1، فعندي ضمان ان الداله اف 1 تحليليه على وداخل السي 1. اطبق صيغه كوشي التكامليه العامه على التكامل هذا اللي على السي 1. الان هنا طبعا بواحد لانه 1 زائد 1، هذا الاس الان هنا بواحد. فيطلع عندي لو طبقت صيغة كوشي التكاملية يطلع عندي اللي هو 2 باي اي على الان قلنا بواحد، يعني واحد فاكتوريال في المشتقة رقم الان بواحد، يعني المشتقة رقم واحد، لكن عند صفر المقام اللي هو اي، طبعا مشتقة الاف 1 داله اف 1. التكامل الثاني اللي هو على السي 2، صفر الصفر اللي داخل السي 2 هو السالب باي، اذا بخلي هنا طبعا السالب باي اللي هي ممكن نكتبها سالب سالب، واطلع القوس هذا زد ناقص اي فوق. اي اس
تي زد تي زد. أيضا أطبق صيغة كوشي التكاملية العامة على التكامل اللي على السي 2. هنا الاف 2 اللي فوق موجودة في البسط فوق اي اس تي زد على زد ناقص اي الكل تربيع. هذه تحليلية على وداخل السي 2. ليش؟ لانه الاي اللي هو صفر المقام حق الاف 2 مش موجود داخل السي 2، فعندي ضمان للتحليلية. فطبق صيغة كوش التكاملية العامة، يطلع طبعا هنا الان ب الان هنا بواحد، لانه واحد زائد واحد يساوي اثنين. يطلع 2 باي اي على الان بواحد مضروب الواحد في المشتقة رقم ان، يعني الان بواحد المشتقة الاولى عند صفر المقام اللي هو سالب اي. احنا نتكلم عن التكامل اللي على السي 2. يطلع الآن باقي بس علي أجيب المشتقات هذه. المشتقة الأولى لل F1، طبعا F1 هذه دالة كسرية، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. وعوض الآن بالآي بدل الزد آي زائد آي 2 آي تربيع، يطلع سالب 4 2 اي لو ربعتها يطلع سالب 4 تي اي اس اي تي. وهنا اي زائد اي 2 2 2 يطلع 4 اي 4 اي. عندنا هنا 2 اي زائد اي 2 اي 2 اي في 2 4 اي اي اس اي 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 تي. بعدين اجيب المشتقة الاولى للاف 2. الاف 2 الاف 2 ايضا دالة كسرية، المقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام على المقام تربيع. طبعا عفوا هنا نسيت على نسيت المشتقة الأولى الاف 1 4 اي بي اي اس اي تي، كل هذا على اي زائد اي 2 اي أس 4 يطلع معك 16. يعني لو بسطتها يطلع
سالب تي اي اس اي تي على 4 ناقص اي اي اس اي تي على 4. الآن اجيب اروح للاف 2 اجيب المشتقة الاولى الاف 2 المقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام على المقام تربيع، وعوض بالسالب اي بدل الزد سالب اي سالب اي سالب اثنين سالب اثنين اي ربعها سالب يصير موجب اثنين اربعة يعني سالب اربعة تي اي اس سالب اي تي ناقص هنا عندنا سالب اي سالب اي سالب اثنين اي وعندي سالب يصير موجب اربعة اي اي سالب اي تي كل هذا على عندنا سالب اي سالب اي سالب 2 اي اس 4 يطلع عندي 16 ايضا. يعني يطلع لو بسطت وزعت سالب تي اي اس سالب تي اي تي على 4 زائد اي اي اس سالب اي تي على 4. نعوض الآن في الخطوة هذه ويطلع عندي ناتج التكامل. طيب سؤال جديد، احسب التكامل زد تربيع على زد تربيع زائد 4 دي زد على السي حيث السي المربع الذي رؤوسه زاد وناقص 2 زاد وناقص 2 زاد 4 اي. لو جينا نرسم المربع هذا 2 هذا 2 سالب 2 بعدين 2 و4 اي هنا ال 4 اي فوق 2 نطلع الى ال 4 اي هذه 2 و4 اي سالب 2 و4 اي هذا أضلاع المربع عفوا رؤوس المربع هذا رؤوس المربع هذا المربع اللي هو يمثل السي
هذا منحنى مغلق بسيط مثل الدائرة. دائما عشان لو جينا نطبق صيغة كل شيء التكاملية، أنا لازم أحلل المقام لعوامل من الدرجة الأولى، لأن صيغة كل شيء التكاملية المقام اللي موجود فيها درجة أولى، قوس من الدرجة الأولى. إذا لازم أنا أحلل المقام اللي عندي الآن. طبعا أحيانا ممكن يكون المقام متحلل درجة أولى جاهز، لكن أحيانا لا، مثل هالسؤال المقام ما هو متحلل، فأروح أنا أحلله المقام إلى الدرجة أولى في درجة أولى، زد ناقص 2i يزيد زائد 2i. الآن أشوف أصفار المقام، أصفار المقام اللي هم 2i سالب 2i، أشوف من اللي داخل السي، اللي داخل السي هو 2i لأنه سالب 2i هنا برا السي. إذا ما عندي إلا صفر واحد داخل السي، هذا 2i. إذا بالحالة هذه أنا حسب صيغة كوش التكاملية اللي صفر، اللي القوس اللي فيه الصفر اللي داخل السي يظل في المقام، يكون التكامل عندي بحطه بالشكل هذا، يعني الصفر اللي داخل السي، القوس اللي فيه الصفر داخل السي يظل في المقام حتى أطبق صيغة كوش التكاملية. أما القوس اللي ما فيه اللي خارج السي أطلع فوق في البسط اللي هو القوس هذا زد زائد 2i. طيب تصير عندي الاف زد الدالة اللي فوق زد تربيع على زد زائد 2i. طبعا هذه الدالة تحليلية، تحليلية على وداخل السي. ليش؟ لأن الإشكالية دائما عند السالب 2i، والسالب 2i خارج السي، إذا عندي ضمانة تحليلية. الدالة هذه الاف 1 تحليلية على وداخل السي لأن السالب 2i خارج السي. إذا أنا لم أطبق صيغة كوش التكاملية، هنا الـ n بصفر لأنه صفر زائد واحد، الـ n بصفر. طبق الصيغة 2 باي اي على مضروب الصفر اللي ان بصفر في المشتقة رقم صفر عند صفر المقام اللي هو 2 اي، يطلع 2 باي اي على مضروب الصفر واحد، المشتقة رقم صفر يعني الدالة نفسها يعني ما تشتق، يساوي 2 باي اي اف الدالة هذه أمامنا عوض فيها بس بدل الزد ب 2 اي، 2 اي تربيع على بدل الزد 2 اي، 2 اي زائد 2 اي يساوي 2 باي اي 2 تربيع 2 تربيع 4 اي تربيع بسالب 1 على 2 اي زائد 2 اي 4 اي، يساوي الآي تروح مع الآي، الأربعة مع الأربعة، الأربعة مع الأربعة، والآي مع الآي يبقى سالب 2 باي. طيب الآن ننتقل لموضوع ثاني اللي هو غير التكاملات. سؤال رقم 6، أوجد القيمة العظمى لمقياس اف زد في المجموعة هذه، وأعطاني عدة فقرات اف زد تساوي زد تربيع ناقص 3 زد زائد 2.
طبعا مقياس زد أقل من أو يساوي واحد، هذا قرص ليس دائرة، لأن الدائرة يساوي واحد، هذا قرص. قرص الدائرة طبعا مركزها صفر، والصفر نصف قطرها واحد، فاللي هو القرص كامل. طبعا قرص مغلق لأنه عندي مساواة مع الواحد بما فيها المحيط. لو سميتها مثلا مجموعة ذي دي، أنا أبغى الآن أجيب القيمة العظمى للمقياس اف زد في الدي، يعني في الدي المجموعة هذه المغلقة. طبعا هذه مجموعة مغلقة، الدي مجموعة مغلقة لأن المحيط معنا. عندنا في نظرية تقول إذا كان عندنا الإف متصلة على الدي، طبعا هذه الدالة متصلة لأنها كثيرة حدود، فالقيمة العظمى، هذا مبدأ القيمة العظمى، القيمة العظمى تحدث، وأيضا القيمة الصغرى تحدث على المحيط، على الباوندري، على المحيط. خلاص أنا أخذ القيمة المطلقة للدالة، واستخدم متباينة المثلث، هذا أقل من أو يساوي مقياس زد تربيع زائد مقياس ناقص 3 زد زائد مقياس 2، لكن مقياس زد تربيع اللي هو مقياس زد الكل تربيع، هذا 3 في مقياس زد زائد مقياس 2 2، قلنا هي تحدث على المحيط. خلاص حط مقياس زد بواحد يساوي 1 تربيع زائد 3 في 1 زائد 2 يساوي 6. ناخذ دالة ثانية، أخذنا كثيرة حدود، أيضا ناخذ كثيرة حدود، نفس الشيء كثيرة حدود، زد أس 4 زائد زد تربيع زائد 1، ما في فرق، نفس الشيء. طيب ناخذ مثلثية، اف زد تساوي كوساين زد، اف زد يساوي كوساين زد. يبغى القيمة العظمى لمقياس اف زد، طيب مقياس اف زد تساوي مقياس كوساين زد، تربيع طبعا هذه قانونها كوساين اكس كوساين واي ناقص اي ساين اكس ساين واي. طبعا انا اخذت تربيع لان اسهل مع التعامل، هذا يساوي لو جبنا الطول هيطلع كوساين تربيع كوساين تربيع واي زائد ساين تربيع
إكس ساين تربيع واي بعدين هذا يساوي كوساين تربيع إكس الكوساين تربيع واي خليها نفسها زائد ساين تربيع إكس الساين تربيع هي كوساين تربيع واي ناقص واحد فلو جمعت هيطلع لي لو أخذت هنا هذا وهذا أخذت مشترك كوساين تربيع واي يصير داخل قوس كوساين تربيع اكس زائد ساين تربيع اكس بواحد يعني يبقى لي كوساين تربيع واي والمتبقي ناقص هنا هيطلع لي ناقص هنا طبعا هنا هذه ناقص ناقص ساين تربيع اكس